يمكن يعني كنا عندنا قاعد خبر. نتحكى عن المطافي وشوف سبحان الخبر الله العاجل اللي وصلنا. سبحان الله. شنو هو الخبر؟ قول لنا الخبر محمد. يقول هناك في تسرب نفطي أو غازي في حقل الرتين، والحين معنا اتصال مع الأستاذ أحمد عباس مدير مجموعة الصحة والسلامة في شركة نفط الكويت. مساك الله بالخير. هلا بالنور، يا هلا بيك. هلا والله، يا هلا فيك أخوي أحمد. وحابين نتعرف أكثر على الموضوع، لأن سيارة التدخل اللي كانت موجودة عندنا وال شنو اسمها؟ اسمها صعب شوية. المواد الخطرة. خطرة المواد الخطرة. سيارة المواد الخطرة طلعت من عندنا، وقالوا إن أهما رايحين بسرعة علشان في تسرب عندكم في حقل الروتين. أي نعم، أي نعم أختي. شنو صحة هذا الموضوع وش اللي حاصل بالضبط؟ طبعا عمليات الحفر تصير بمناطق عمليات الشركة، وهاي الحقل أو منصة حفر شمال الكويت بالتحديد روستين 552، شركة اسمها UPDC اللي قاعد تحفر لنا حفر عميق. وبأثناء الحفر طبعا تصير ساعات عمليات، يعني أو يطلع مثلا تسرب، يصير لما يوصل فورميشن معين او منطقه تطلع منها مره واحده مثل غاز او طبعا الطين المصاحب، طين الحفر مع النفط. نعم. فوصلت يعني نسبه الخطوره شنو؟ صار خلل خلال الحفر، وطبعا ونتيجه الخلل طلع شويه نفط وغاز. والحين طبعا عمليات السيطره، وما في خطوره، احنا كنا خايفين انه في غاز كبريتيد الهيدروجين H2S، لكن لله الحمد كل القياسات في الموقع تدل انه ما في اي استاذ احمد تواجد. تمت السيطره على التسرب هذا وخلاص انتهت المشكله؟ الحين طبعا الاخوان كلهم شغالين مع المقاول وشركه النفط، الشباب كلهم هناك متواجدين وقاعد يعزنون المنطقة ويشوفون أحسن الحلول للسيطرة على الحقل، وإن شاء الله خير. إحنا ما في خطورة إن شاء الله. إن شاء الله ما في أي خطورة إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله، الحمد لله. مشكور جدا على وجودك وسرعة استجابتك لنا، وعساكم على القوة إن شاء الله، وبإذن الله ما كل العافية إن شاء الله. ما كل العافية إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك وحياك.